تفجيرات عنيفة من قبل التحالف الدولي هزت في الساعات الأخيرة مناطق الجيب الأخير لتنظيم داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات طال بلدة هجين. القصف جاء بعد توقف العمليات البرية والجوية للتحالف الدولي لساعات معدودة قبل أن يباشر التحالف قصفاً مكثفاً بأكثر من 50 صاروخاً، كما أفاد ناشطون أن 20 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا، بينهم القيادي العسكري المدعو أبو همام الأنصاري، بالتزامن مع تراجع وتيرة الاشتباكات بشكل كبير بين ميليشيات قسد من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى. تراجع وتيرة القتال والقصف جاء عقب هجوم مباغت دار في محيط وأطراف منطقة البحرة الواقعة بالقرب من هجين، تقدم على إثرها التنظيم عبر تفجير عناصره لأنفسهم بمفخخات وأحزمة ناسفة. استهدف مواقع قسد في المنطقة مستغلاً الأحوال الجوية لتنفيذ هجوم أسفر عن تقدمه في أطراف منطقة البحرة وتراجع الخطوط الدفاعية الأولى لميليشيات قسد، وارتفع عدد القتلى في صفوفها إلى 327 قتلوا في معارك مع التنظيم بسبب عدم جاهزية الميليشيات لمثل هذا النوع من الهجوم الذي وقع بشكل مفاجئ.